شيء تمام، احنا قدامنا الحاجات وجاهزين للنقل. كويس، انا جاي وراك. اوكي. العملية جاهزة يا رياض. انت يا رياض بتشتغل مع المجرمين دول؟ ليه بتتخلى عن اهلك وناسك؟ ليه بتتخلى عن اقرب الناس ليك؟ عشان ايه؟ مفيش داعي للكلام ده دلوقتي، هنتكلم مع بعض بعدين. خليك انت جاهز الرجالة، جاهز في ضيوف يقولنا. عادي. حسن بره عبازل عضل ورا ورا الكنتونه دي يا عم. الرجاله دول هياخدوا اوامرهم مننا. انت اتجننت؟ انت اللي دورك انت. الراجل الكبير استغنى عن خدماتك. انت ورطت نفسك في حاجات ملهاش اي لازمه كانت هتضر العمليه كلها. انزل انت دلوقتي هنا. هتعمل ايه؟ انزلي بس. الظروف كلها لصالحي. انا هخلص عليكم دلوقتي ببندقيته، والرجاله بره هيخلصوا عليها، وبكده هتبان المساله قدام البوليس انتقام شخصي. انتوا نهبتوا ارض امه وقتلتوها، وهو خد بطاره منكم. انت انتهيت يا كاظم بيه. انتوا واقفين تتفرجوا عليا ابو النور؟ ما قالك انت خلاص. احنا مع اللي جاي. اوامرك. بقول لك ارمي سلاحك يا احمد.
تسلم نفسك. وفر نصائح لنفسك قبل ما اسلم نفسي. هخلص عليك وعليها وعليكوا كلكم. انت لا هتروحي فين؟ انت عليا، انا عملت كل ده علشانك.